أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو، الفنانة السورية مها المصري تصدم الجميع وتشوه ملامحها بعد عملية تجميل فاشلة وما لا تعرفون عنها. انتشرت في الساعات الأخيرة صورا حديثة للفنانة السورية مها المصري التقطت أثناء رحلتها الأخيرة في تركيا، وأحدثت هذه الصور حالة واسعة من الجدل بسبب التغيير الصادم في ملامحها. وبدت الفنانة مها المصري بملامح وجه منتفخة عن المعتاد، بينما كانت منطقة الشفاة تعاني تشوها واضحا، فظن المتابعون أنها لجأت لعمليات التجميل مجددا، خاصة وأن لها تجربة سابقة فاشلة. وانقسم المتابعون ما بين غير مصدق أن الصور حقيقية، معتقدين أنها بالتأكيد نتاج التعديل على برنامج فوتوشوب، بينما صدق البعض الآخر الصور وعاتب الفنانة مها المصري لجوءها للتجميل الذي أثبت فشله مرة سابقة. والتزمت الفنانة مها المصري الصمت أمام الجدل المثار حول صورها، فلم تخرج للرد على ما يحدث عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تجاهلت الأمر ابنتها الفنانة ديمة بياعة. وجاء في رد الفنانة مها المصري أنها قامت بنشر الصور بنفسها، في إشارة أنها لا تهتم لكل ما سيقال عنها، وصرحت خليهم مشغولون فيني آخر همي، وأضافت ضاحكة: كنت بدي أعمل شعري بس أجلتها للشتاء. وعانت الفنانة مها المصري أزمة سيئة للغاية على الصعيد النفسي والجسدي، فقد أقدمت عام 2002 على حقن شفتيها بمادة الفيلر عند واحد من أطباء التجميل في سوريا، لكنها لم تعرف أن المادة سيئة وستترك آثارا كارثية على جمالها الطبيعي. وبعد نجاح كبير حققته الفنانة مها المصري على مدار السنوات، عانت منذ عام 2002 وحتى وقتنا هذا من حملة كبيرة من التنمر الإلكتروني عليها، وذلك بعد تغيير مفاجئ حدث في ملامحها وخاصة في منطقة الفم. وأوضحت الفنانة مها المصري أسباب هذا التغيير بعد أن أقبلت على إجراء عملية تجميل عن طريق حقن الشفاء، وبسبب حقنها بمواد سيئة بطريقة خاطئة. وبدأت هذه المواد تظهر بعد المشاكل والتغييرات في ملامحها، الأمر الذي أصابها بالذعر وجعلها تذهب لإجراء بعض عمليات التجميل مرة أخرى لتتمكن من الحصول على شكلها الأصلي. وعلى الرغم من العمليات التي أجرتها الفنانة مها المصري، إلا أنها لا تزال تعاني من حملات كثيرة من التنمر، حيث قام عدد كبير من الجماهير بإلقاء اللوم عليها بسبب قيامها بعملية تجميل في الوقت الذي تمتعت فيه الفنانة مها المصري بجمال طبيعي لا يحتاج إلى تعديل أو تجميل. وتزوجت الفنانة مها المصري مرتين، الأولى من مدير التصوير حازم بياعة، وأنجبت منه ابنتها الفنانة ديمة بياعة، ثم انفصلت عنه. وأما الزواج الثاني فكان من المخرج العراقي عدنان إبراهيم الذي عاشت معه 10 سنوات، وأنجبت ابنها الفنان الصاعد طيف عدنان إبراهيم وابنتها ريم عدنان إبراهيم. ويذكر أن الفنانة مها المصري غابت عن الدراما السورية 8 سنوات بعد الحراك الشعبي السوري عام 2011، حيث انتقلت للعيش في الإمارات العربية المتحدة لتعود من خلال مسلسل سلاسل ذهب. ولدت الفنانة مها المصري في 16 مارس عام 59 في العاصمة السورية دمشق، وهي حفيدة العازف عمر النقشبندي والشقيقة الصغرى للممثلة سلمى المصري، وكانت والدتهما كردية الأصل. وبدأت الفنانة مها المصري مشوارها الفني رفقة شقيقتها الفنانة سلمى المصري من خلال التمثيل في عدد من برامج الأطفال، بالإضافة إلى المشاركة في أعمال دوبلاج عدد من المسلسلات الرسوم المتحركة مثل حكايات عالمية. وشاركت كطفلة في مسلسلات لو كنت مكاني والغيوم البيضاء والخيوط الخفية،
بالإضافة إلى المشاركة في فيلم مقلة في المكسيك مع النجمين دوريد لحام والراحل نهاد قلعي. وشاركت أيضا في بداياتها في مسلسل بريمو وفيلم يازرلي والفيلم الاتجاه المعاكس، ثم اختارها الفنان دوريد لحام لمشاركته في المسرحية الشهيرة غربة عام 76، وفي نفس العام شاركت في فيلم غرام المهرج. وأولى أدوار البطولة في مسيرة الفنانة مها المصري في التلفزيون كانت من خلال مسلسل فوزية عام 77، وهو نفس العام الذي حصلت فيه على عضوية نقابة الفنانين السوريين، وفي نفس العام أيضا شاركت في مسلسل عجائب. وشاركت الفنانة مها المصري في عشرات المسلسلات السورية التي تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا والدراما الاجتماعية وأعمال البيئة الشامية، فقد شاركت عام 78 في مسلسل الصمت والحكاية الثالثة من سيرة بني هلال الأميرة الخضراء، وفي عام 80 شاركت الفنانة مها المصري في مسلسلات لكل الناس والدمع الحمراء والدروب الضيقة ووراء الجدران، وشاركت في مسلسلات وراء الجدران وقصص خليجية وعز الدين القسام وتلفزيون المرح وشعراء المعلقات وتمثيلية حلم بلا ضفاف ومسلسل الأمانة والرحيل المر. وفي عام 88 بدأت المشاركة في سلسلة مرايا الشهيرة، فشاركت في معظم أجزاء السلسلة مع الفنان الكبير ياسر العظمة. وفي عام 99 شاركت في واحد من أكثر المسلسلات جماهيرية في الوطن العربي، وهو مسلسل الفصول الأربعة، حيث أدت شخصية ماجدة، ثم شاركت في بطولة الجزء الثاني عام 2002. وغابت الفنانة مها المصري عن الفن لأربع سنوات متواصلة، ثم عادت بمسلسل حمام شامي، ثم غابت لثلاث سنوات متواصلة مرة أخرى، وعادت بمسلسل تنتكر وما تنعاد، ثم عادت للغياب مرة أخرى. وفي عام 2019 شهد عودة الفنانة مها المصري بقوة من خلال مسلسل سلاسل ذهب، والذي شاركت في بطولته ابنتها الفنانة ديمة بياعة وابنها الفنان الصاعد طيف عدنان إبراهيم. وفي عام 2020 شاركت الفنانة مها المصري في مسلسل بروكار، وشاركت أيضا في الجزء 11 من مسلسل باب الحارة أو ما يعرف باسم باب الحارة حارة الصالحية، والذي عرض في رمضان 2021. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.